سؤال عويص للدرجه دي؟ لا بالعكس، السؤال سهل جدا، هو الجواب هو اللي صعب. يبقى انت مش عايز تجرحني وتقولي الحقيقه انه بليغ عمره ما حبني. لا لا، انا ما قلتش كده خالص، مش قصدي. يا عم جابر، انا جايلك مخصوص عشان عارفه ان بليغ عمره ما خبى عليك حاجه. بليغ بيحبني ولا لا؟ سهله. في الحقيقه ما ينفعش اي حد يتكلم عن لسان الغير مهما كانت درجه القرب منه. عايزه تعرفي الحقيقه تعرفيها منه هو. يعني هو ما صرحكش بحاجه؟ في الحقيقه اذا كان ده سؤالك فانا عايز اقول لك انه قبل ما يسافر كان بيتكلم معايا، وبعد ما رجع من السفر برضه كان بيتكلم معايا، وكان كلامه بيقول ان في يعني مشاعر. انا انطباعي انها مشاعر حب، انما انا ما ينفعش اتكلم عن انطباعي، انا لازم تساليه وهو اللي يقول. اساله ايه بس؟ ما انت عارفه، ما انا كل ما اساله بيقعد يتوهني كده، ما مش بفهم منه حاجه، بيقول كلام مبهم. هو كده محلق في السما على طول، لا عارف امتى ولا فين، عامل زي اكيروس، عمل جناحات من الشمع وفضل طاير 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 لحد ما قرب من الشمس. الشمس دوبت الشمع، الجناحات اتكسرت ورقبته اتقطمت. وانا بصراحه مش عايزه رقبتي تتقطم معايا. ما ده اللي انا قلته له لما فركش لك الجوازه. فركشه من قبله على فكره والله. وهتفضلي معذبه نفسك كده؟ لا، هكمل حياتي، هستقر وهتجوز، بس بعد ما اخلص من كل الذكريات اللي بتربطني بيه. عين العقل. الصندوق ده فيه كل الجوابات اللي كان كاتبها لي بليغ، وكل الهدايا اللي جابها لي بليغ. لازم اخلص منها علشان اعرف اتحرك لقدام بحياتي. صح. بص يا عم جابر، دي دبلة خطوبتنا، اسمه مكتوب جواها. الله. والسلسلة دي انا ما كنتش بقلقها على فكرة. بص، فيها صورته من جوه. صورته فعلا. ودي أول وردة جابها لي. دي أجمل وردة شفتها في حياتي. حطيتها في الكتاب علشان يعني أحتفظ بيها، ما تتفرتكش كده وتتفرفت. وده بقى ده جابه لي بليغ في اول عيد ميلاد ليا واحنا مع بعض. بص، سميته بليغ على فكره، بس كنت كل ما بتضايق منه كنت بجيب سكينه اقعد اضرب الدبدوب. ايوه واضح، بقطع فيه كله، بعدين كان بيصعب عليا فبرجع اخيطه تاني. انا بتقطع من كل حته يا بنتي، يا حبيبي يا بليغ، قصدي يا حبيبي يا دبدوب. انا عايزاك تاخد الحاجات دي، خلاص مش عايزاها. يعني انت عايزاني اوصل له الحاجات دي؟ وصلها له بقى، احرقها، اعمل اللي انت عايزه.